لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. فعالية سباق التحدي الرياضية التضامنية الصحراوية لازالت متواصلة ليكون السباق الليلي أهم ما ميز محطة اليوم الأول. التنافس ليلا بظروف ومواصفات تتلائم وطبيعة المناخ الصحراوي من وعورة المسالك وانعدام الإضاءة، عوامل فرضت على المشاركات أخذ الحيطة والحذر بشكل خاص، وتدبير هذه المرحلة الليلية لتكون الغلبة للثنائي الذي كان أكثر جاهزية لهذا السباق. تخيل دنوي كانت المسافة ديالو 8 كيلومتر وفزنا عن جدارة واستحقاق أنا والصديقة ديالي، وخلقينا شوية صعوبة في الرياح والرمال، وهذا الفوز هذا كان هذه المنظمة ديال الصحراوية ليلى أعشي اللي كتستقبلنا وكدير لنا هذا التنظيم الجيد باش كنجيو نمثلوا المرأة الصحراوية والمرأة المغربية. المرحلة الثانية من منافسات ريد الصحراوية أعطيت انطلاقتها في حدود 10 صباحا من لاجون بلانش، مرحلة شملت 5 محطات، أولاها الجري وركوب الدراجة لقطع مسافة 3 كيلومترات، تلاها بعد ذلك الجري في أعماق الصحراء بمدار مغلق بلغت مسافة 7 كيلومترات. كانت انطلاقتها من الطريق الرابطة بين الداخلة والنقطة الكيلومترية 40 مرورا ببئر الرقية المعروفة بمياه المعدنية الدافئة، ثم قطع مسافة 5 كيلومترات ونصف الكيلومتر جريا وسط الكتبان الرملية الذهبية. المشاركات كان لزاما عليهن التقيد بإرشادات اللجنة المنظمة المتواجدة على طول المدار. تحدية كبيرة خاضتها المشاركات كانت حبلى بالمفاجآت. آخر محطة في برنامج اليوم جمعت بين الجري وركوب الدراجة لمسافة 7 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ويكون الوصول هو مكان الانطلاقة لادون بلانش. ألوغ الحقيقة هاد ليطاب دازت زوينة باسكو كملناها، دابا نقدر نقول زوينه في وسط ليطاب ما غنقولكش هكا، هاد الهضره ما كانتش بحال هادي. لو ديبي دو ليطاب شي 3 كيلومتر ديال الفيلو ان بايك دازت مزيان، من بعد واحد باساج دورينتاسيون جو بونس كون ا بيان جيري بور اون بروميير درناها مزيانه، ومن بعد كان عندنا 7 كيلومتر ودمي ديال الفيلو اي كورس ا بي. دونك انا كان عندي الفيلو هي لا كورس ا بي، ولكن سي تي ان باركور كو دو سابل دونك ما درناش لو فيلو، ما قديناش نطلعوا على الفيلو، مشينا غير كنجريو ولا كنتمشاو كنجرو في الفيلو، وكانت صعيبه الحقيقه ما نقدوش نقولوا كانت دازت زوينه، كنا مسالين تري دور زعما لو نيفو دو ليتاب ان نيفو ايلفي. دابا ابري الواحد خصو يكون عنده لاندورانس وخصو المونطال، الا جيتي بلا مونطال و تري امبورطون يتفاهم مع البينوم ديالو. مي سي با دو تو فاسيل با دو تو. نعم لم تكن سهلة بتاتا، لكننا حاولنا أن نكون متفاهمتين إلى أبعد حد. موتيفي بلوس جار اون ايتي فاتيغي مي بلوس اون ريغارد لير اون سي دي كي نو اليزي دان كلكي مينوت اون فيني. حاولنا التكيف والتأقلم مع بعضنا، الأمر الذي ساندنا ونحن فرحتان بهذه النتيجة إلى حدود الساعة. تيرميني الحمد لله لا كورس اي لا سي اون اي ترانكيل مي سيتي با سيتي تري دور تري تري دور. سباق الصحراوية حدث رياضي دولي أضحى قبلة لعاشقات الرياضة وحب المغامرة في قلب تضامني يهدف إلى روح المشاركة وترسيخ قيم التعاون.